كيف يصبح الهم ديالي هو الله عز وجل؟ كيف؟ هذه ما يفيد فيها لا نهار ولا شهر ولا عام، يكون هذا قضية عمر الإنسان، القضية ديال عمر الإنسان، العمر. علاش؟ لأن الدنيا قبضتني من جميع النواحي، شدني الدنيا، والدنيا تثبطني وتصرفني عن الآخرة وعن الله عز وجل. والله تعالى هكذا بغى، الله تعالى بغى هذا الشيء هذا. قال لنا في القرآن: زين للناس حب الشهوات، زينة الدنيا، فالإنسان لاصق معها، الهموم ديالها واللذات ديالها والشهوات ديالها والعلاقات ديالها والصحبات ديالها والرفقات ديالها، كتشدك للدنيا والأرض. كيف أنا خصني نقلع نفسي؟ لاصق أنا في الأرض. فإذا يكون هذا العمر ديالي كله باش نتخلص من هم الدنيا لأهتم بالآخرة وبلقاء الله.